السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي. درسنا لهذا اليوم صفحة 75، مكتبة المدرسة. مكتبة المدرسة، هنا مثل ما تلاحظ في الصورة هذه المعلمة، هذه المكتبة الموجودة في المدرسة. نجي نقرأ الدرس. مكتبة المدرسة، مكتبة المدرسة، في يد المعلمة كتاب صغير، في يد المعلمة كتاب صغير. قال التلاميذ: هذا كتاب جميل، فيه صور جميلة. هذا كتاب جميل، فيه صور جميلة. قالت المعلمة: في الكتاب قصص لطيفة، في الكتاب قصص لطيفة. قال التلاميذ: أين نجد مثل هذا الكتاب؟ أين نجد مثل هذا الكتاب؟ قالت المعلمة: هذا الكتاب في مكتبة المدرسة، هذا الكتاب في مكتبة المدرسة. في المكتبة كتب كثيرة، في المكتبة كتب كثيرة، فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة. فيها قصص وحكايات لطيفة وصور جميلة. قال التلاميذ: نريد أن نزور المكتبة، نريد أن نزور المكتبة ونقرأ القصص والحكايات، ونقرأ القصص والحكايات. نحن نحب المكتبة ونحافظ على كتبها. ذهب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة، ذهب التلاميذ إلى مكتبة المدرسة. قالت المعلمة: كل واحد يأخذ كتابا، كل واحد يأخذ كتابا. هذه كتب مفيدة، فيها قصص وحكايات. هذه كتب مفيدة، فيها قصص وحكايات. فيها قصة الحمامة والأولاد، وقصة الغراب الذكي، وقصة الغراب الذكي، وقصة الذئب والخروف وغيرها. وحافظوا على نظافة الكتب، وحافظوا على نظافة الكتب. اجلسوا بنظام وطالعوا بهدوء. وحافظوا على نظافة الكتب، اجلسوا بنظام وطالعوا بهدوء. أنتم من أصدقاء المكتبة، أنتم من أصدقاء المكتبة. نجي هنا نحل التدريبات. أعد الكلمات المحذوفة في الفراغات التالية من الجمل المستعينة بالدرس. هذا كتاب جميل، فيه صور جميلة. قالت المعلمة: في الكتاب قصة لطيفة أو قصص لطيفة. هذا القصص، هذا الكتاب في المكتبة المدرسة. قال التلاميذ: نريد أن نزور المكتبة. قالت المعلمة: كل واحد يأخذ كتابا. عندنا هنا ضع كلمة كل كلمة مما يأتي في الفراغات المناسبة لتكملة الجملة الآتية. عند أنت، أنتم، أنتن، أنت، أنتما.
لان شو نسميهم؟ ضمائر المخاطبة. يعني جاي اخاطب مثلا تقول لصديقك انت تلميذ نشيط، قلين صديقتك انت تلميذة نشيطة، انتما تلميذتان نشيطتان، هاي تسموها ضمائر المخاطبة. عندنا صديق المكتبة، انت صديق المكتبة، انتم اصدقاء المكتبة، انتما صديقا المكتبة، انت صديقة المكتبة، انت صديقات المكتبة. هنا هذا خط كتبه 5 مرات بالدفتر، وخير جليس في الزمان كتاب. عندنا هنا التدريب الثالث، درس التلاميذ الدرس، حفظت التلاميذ الدرس، حفظت التلميذة درسها. عندنا رجع العامل من عمله مسرورا، رجعت العاملة من عملها مسرورة. فرح الأب بنجاح ولده، فرحت الأم بنجاح ولدها. حضرت التلميذ واجباته، حضرت التلميذة واجباتها. أنجز أخي عمله، نقول أنجزت أختي عملها. زرع الفلاح حقله حنطة، زرعت الفلاحة حقلها حنطة. قرأ الولد درسه، نقول قرأت البنت درسها.